حرب الصواريخ والمسيرات بين إيران وإسرائيل تعرقل حركة الطيران العالمية، بينما يحبس العالم أنفاسه انتظاراً لحرب وشيكة في المنطقة تنذر بتداعيات أليمة. أعلنت السلطات الإيرانية عن حظر الطيران في مجالها الجوي عدداً محدوداً من الساعات والأيام، وأرجعت القرار غير العادي إلى قيام قواتها بتدريبات عسكرية وتنفيذ اختبارات صاروخية. الإشعار الإيراني أثار ظنون من أنه قد يكون مقدمة للهجوم الوشيك على إسرائيل انتقاما للهيبة الإيرانية، بعدما أقدمت على اغتيال قائد الجناح السياسي لحماس إسماعيل هنية وهو في ضيافة الإيرانيين. وكانت النتيجة اندلاع اضطرابات في المطارات وحركات السفر، حيث أمرت مصر والأردن وبريطانيا وتركيا ودول أخرى خطوطها الجوية بالامتناع عن التحليق فوق المجال الجوي الإيراني وتغيير المسارات المحددة وإلغاء أو تأجيل رحلاتها المتجهة للأراضي الإيرانية. الإجراء يعيد للأذهان سيناريو الهجوم السابق الذي شنته إيران في 13 من أبريل الماضي، عندما أطلق الحرس الثوري وابلا من الطائرات المسيرة والصواريخ تجاه أراض إسرائيلية. إلا أن خبراء يعتقدون أن الرد الإيراني هذه المرة قد يختلف، فربما لن يعلن الإيرانيون عن موعد هجومهم بالكيفية السابقة، وقد ينفذون هجوما أكثر تعقيدا ومن عدة محاور. مناطق الصراع تثير المخاوف بشأن حوادث الطيران، خاصة وأن طائرة أوكرانية مدنية كان على متنها 176 راكبا تحطمت في 8 يناير 2020 من جراء استهدافها بالصاروخين من الدفاعات الجوية للحرس الثوري الإيراني بعد دقائق من مغادرتها مطار الخميني الدولي. وأعلن المسؤولون الإيرانيون أن سبب الحادثة كان خطأ بشرياً.